بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم الآن بوضع ألغام في هذا المبنى الذي أضر بالشعب والمواطنين والمدنيين. نقوم بتسجيله خوفة من عودة النظام إليه ومتابعة أعمال الإرهابية في هذا المبنى الذي هو مبنى الصراع بالقرب من شعبة حزب كانت مليئة بعناصر الجيش الأسدي وبالقرب منها فوج الموت الذي يدعى الفوج 46 من طفل الحلب. تكبير. الله أكبر. مبنى الزراعة المحرر من قبل كتائب الحرب الغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مدرسة الزراعة التي كانت يدرس بها الطلاب تحولت إلى سكن عسكري بفعل عصابات الأسد. نلاحظ الكتب الكمبيوترات وما إلى آخره تحولت إلى سكن عسكري ومكان ينام فيه عناصر الأسد الغاشمة. هذا هو أسلوب بشار الأسد وجيشه. وين عبد الخالق؟ تم بعون الله تعالى اقتحام حاجز الزراعة وحاجز الشباب الحزب اللي محازية للفوج 46. هاي الفوج 46 على يمينه حاجز الزراعة، والفوج الآن في محاولة اقتحام وانتهاء من كل الفوج بإذن الله. بإذن الله عم نستنى طائرات الأسد وقوات الأسد حتى نقضي عليها بالكامل. تكبير. الله أكبر. فوج 46 من هذه الصور. الله أكبر. الفوج 46 إذا سوار والصور تطلق النار عليه صدي للطيران. فوج 46 بين أيادي السوار. الله أكبر. مبنى القيادة وتم تحرير مبنى الزراعة ومبنى الحزب. الله أكبر. أقوى الحصون. يعتبر الفوج 46 من أقوى الأفواج المستقلة في سوريا وتحت قيادة ماهر الأسد شخصيا. الله أكبر. نحن بداخل الفوج وعناصر الجيش الحر تتجول. الله أكبر. الله أكبر. هذا انتشار للجيش الحر داخل الفوج. الله سبحانه وتعالى على أقدامنا سقط المحال وأورقت الرجولة والرجال. سرايا من ترابك يا بلادي نبتنا من شموخك ما نزل. هذا الفوج 46 كان جيش بشار مفكره حصن منيع، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى صار بالنسبة لنا حمل وديع. حمل وديع صار بالنسبة لنا. الله أكبر. هو بما فيه بالعساكر اللي في قلبه صاروا بإذن الله للجيش الحر. الله أكبر. بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. ينصر الله من يشاء وهو القوي العزيز. بشار هو الضعيف الذليل. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى على أقدامنا سقط المحال وأورقت الرجولة والرجال. سرايا من ترابك يا بلادي نبتنا من شموخك ما نزال. هذا الفوج 46 كان بشار الأسد وجيشه مفكرينه حصن منيع، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى صار حمل وديع. الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز وبشار الأسد هو الذليل الحقيقي. الله أكبر. الفوج 46 بين أيادي السوار والحمد لله. الله أكبر. الويت المعتصم بالله. الله أكبر. الله أكبر. يمتد الفوج 120 هكتار إلى الداخل ما يزال، وكله هو الحمد لله محرر محرر محرر. يا الله. اشتباكات الجيش الحر وكتائب الأسد في
قرية كفر عمي تحرير حادث المدرسة الزراعة. الله أكبر. اقتحام الفوز 46 من قبل كتائب ريف حلب الغربي وشمال حلب. الله أكبر. منين انت يا اخي؟ من حلب من الصاخور. كنت بفوج 46. انت منين اخوي؟ انا من الشام من التل. كنت بفوج 46. انت منين اخوي؟ انا من حلب بفوج 46. انت منين كنت اخوي؟ من درعا. منين؟ الشيخ مسلم اسمي مهند الفنيش. وين كنت؟ بفوج 46 قوات خاصة. لك عمو لا تخاف. منين انت اخوي؟ من الشام من اسمي. وين كنت؟ فوز 46. وانت يا اخوي؟ من درعا. وين كنت؟ فوز 46. انت يا اخوي؟ وين كنت؟ بالجيش. بالجيش. شقيط؟ وين شقيط؟ بالاتارك. انت يا اخوي؟ بالجيش. وين شقيط؟ بالدرعا. اي فوج كنت؟ يا شباب لا حد يطبنا هنا شقيت لتاريب. شو اسمك؟ انا هاني حسين احمد. منين؟ من جولان. منين انت؟ انا معي خويرات. وين شقيت؟ شقيت الفوج 46. وين؟ بتارب. انت؟ انا من ريف الشام. منين شقيت؟ الفوج 46. وين؟ بتارب. شلون عملكم؟ يلا يا شباب تكبير. الله اكبر. الله اكبر. يا سيد الله اكبر. الله اكبر. بعون الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الفوج 46 بين ايادي الثوار. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الفوج 46. الله اكبر. الله أكبر. الفوج 46 الحمد لله بأيد السوار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الفوج 46. الله أكبر. يا شباب الحمد لله. الله أكبر. الله الله أكبر. فوج 46. الله أكبر. الله أكبر. فوج 46. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. لا إله إلا الله. هذه ذخيرة الهوم 120. الله أكبر. سردابات الأسلحة في الفوج 46. الله أكبر. اشتباكات على محيط الفوج 46. الأتاري بالبيت المعتصم بالله. ما
سراديب الزخيرة. الله أكبر. الفوج 46. الحمد لله. قلت له من فضل الله الحمد لله. هذه هي الغام الأسدي. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الغام 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 وعزة لله. جلالة الجيش الحر تتجول وتتفقد مستودعات الزخيرة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقوى الأفواج المستقلة في سوريا تحت أياد الجيش الحر في ريف حلب الغربي الأتارب. الله أكبر. يتبع هذا الفوج مباشرة إلى ماهر الأسد. الله أكبر. جايينك. نحن الآن الحمد لله رب العالمين فضل الله تعالى استولينا على مستودعات الزخيرة الفوج 46، وإن شاء الله سنستخدمها كلها ضد العصابات الأسدية المجرمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني أمدنا بالنصر بعد صبر طويل الحمد لله رب العالمين، وبعد جهاد طويل، وبعد شهداء، وبعد يعني الحمد لله رب العالمين، والأمور الحمد لله تمام الحمد لله رب العالمين، والزخيرة إن شاء الله تكفينا لتحرير سوريا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. مستودعات الزخيرة. الله أكبر. الله أكبر. في الفوج 46 الأتاري بريف حلب الغربي أقبل الأفواج المستقلة في سوريا. اشتباكات على محيط الفوج 46 الأتارب البيت المعتصم بالله. مبنى الزراعة المحرر من قبل الجيش الحر. الله أكبر. مبنى الزراعة المحرر من قبل الجيش الحر. الله أكبر. مبنى الزراعة. محمد عبد الله الحاني. محمد عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان تنصروا الله ينصركم. نحن كتائب ريف حلب الغربي والولايات المعتصم بالله قمنا بتطهير هذا المبنى الذي هو الزراعة ومبنى الحزب ومتغليون الحان امام الفوج، والنصر قريب ان شاء الله. تفضل حامد